الله الله على بتوع سوهاج كاتبي الواد على التيك توك على قديه. الله الله مغلط في سياده وبتوع العرس والفول. لا والله ما لقى واحد من سوهاج لا بفضل فيه عبوة نيان. لا والله ما يكفيني عبوة فيه. لذول عايز لهم دانة دول. بلد الفران دولة كمان مفضل سيجارهم هم يتكلموا بس يعد البوابة احنا يتلبان بدي. ايوه ايه اللي انتوا كاتبينه دي؟ ايه اللي كاتبه انت على سوهاج؟ وانتوا ايه اللي انتوا كاتبينه دي؟ انتوا عارف تاريخ قومية الناس اللي انت كاتبها؟ ويا تاريخكم انتوا اصلا؟ بس انتوا يا جماعه بس طلعوا على اساس معنا موحد يا اخوان. تعالوا كده بس تعال بص يا عم بص يا عم كاتبين ايه؟ شوف يا عم الحاج كاتبين يا جماعه انتوا ما تحكوا في حكاوي على التيك توك. يعني كل حكاوي تيك توك ده تمام؟ يعني ده قال له كلمتين عاوز يطلع ترند على قفا مين؟ على قفا الصعايدة. إذ كان أسيوط ولا سوهاج الرجل دي من المني الرجل دي من الأقصر اللي جنبه من أسوان تمام والرجل اللي جنبه الثاني من بني سوية. يعني كلنا صعايدة ولينا كم سنة عم نشتم مع بعض لأننا 25 سنة مع نزرع رفع مع بعض ومتنسبين من بعض وأهل بعض. يعني لما يتكلم على التوك توك دي ده رجل فاضي رجل فاضي عاوز يوقع الناس مع بعضه اللي كان اسيوط ولا سوهاج. احنا صعايدة دمنا حامي ودمنا حر وكنا مع بعض كنا مع بعض يا عم احنا قلناش حاجه يا عم تمام بس دي الكلام ده ضايب يا عمدة يا عم انا قلت لك ده كلام توك توك. واحد عاوز يطلع ترنك يشتم على مين على اسيوط واحد ثاني يشتم على سوهاج بس كله ده كلاميه فاضي بس الناس العقلاء اللي فاهمين لانك بقول لك 25 سنه مع بعضنا من أسيوط وسوهاج ومن جميع الصعيد مع بعض لنا 25 سنة متنسبين وفي ناسب وفي قبائل. يعني ما تاخدوش على كلام التوك توك. كلام التوك توك لا يودي ولا يجيب. أسيوط وسوهاج وقنا وبني سويف والمنيا وأسوان والأقصر واحد يا سوهاج تعالى يا أسيوطي كنا نحط يدنا في بعض قني الأقصر بني سويف المنيا أسوان يد واحدة مع بعضيني. أي واحد يكتب على التوك توك أي ناي ما نردوش عليه عشان ما يطلعش الفيديو متاعه ويتطور مرة واثنين ويستنى على بعض ويخلي الناس تتطمر. يلا يا جماعة يدكم في بعض دي يدكم في بعض يلا يلا يدكم في بعض يلا سعيدة ضم حضروا